يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صاحب مخبز بمحله برواز مكتوب فيه سورة ياسين. صاحب مخبز في محله برواز مكتوب فيه سورة ياسين، ولما سألته عن سبب تعليق هذه السورة قال إنها تجلب الرزق، فأنكرت عليه، لكن لم يأخذ بنصيحتي، فأخبرت المسؤولين عن المحل ولكن بلا فائدة، فما الواجب علي حينئذ؟ اكتب لدار الإفتاء، اكتب بهذا واذكر المحل وين يقع، يشاف ينظر فيه. نعم.